فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي، فهو ينزع بذنبه. ينزع، فهو شكلت كذا، فهو ينزع بذنبه أو ينزع، بمعنى أنه يسحبونه منه. يجر، نعم، يعني من أعان قومه على عصبية على غير الحق وهم على غير حق، فإنه مثل الجمل الذي يتردع، يعني يسقط في البير أو يسقط في المنخفض ويسقط على رأسه، ولا يتمكن الناس من إنقاذه إلا بذنبه. فهذا من باب الذم لمن تعلق بالعصبية، نعم، مثل البعير المتردي، نعم، لأن التعلق بالعصبية تردي وسقوط.